ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم دايما تكونوا بخير. في الفيديو دوت هتكلم عن تراك اي تي ام بتاع ويجز وبرود باي دي جي تاتي. سوري. هتكلم عن التراك دوت اتعزف ازاي، وكالعادة برضو حطيت شوية اديشنز من عندي. تمام، هنبدأ بال808. كيكس باك جراوند كيك، بعد كده كلاب، بعد كده percussions، ال open hi hat، ال closed hi hat، بعد كده builds. المارمبا، البيلز، الترامب، هي برضو هتبقى نفس النظام، وفي الغالب معظم الحاجات دي انا مش هستخدمها. ده رايز اب افكت، تمام. الليد دي ما ظبطتش فانا بدلتها بالقانون عشان يبقى الكورس بتاع التراك عامل بالطريقة دي. هتسمعوا دلوقتي بقى البروجكت بالكامل. يلا بينا.
بشكركم جدا، ولو حد محتاج اي حاجة يا ريت يقول لي في الكومنتس. بيس.